مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الراي وكده. في الراي بس مختار؟ ها؟ انا عايزك. حاضر بعدين. طب ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه ماله؟ انت عارف ده بكام؟ ما علينا، انا عايزك تيجي معايا حفله الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده، هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع، انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش طريقه مختار. اخبار الضحايا بتاعتك ايه؟ خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس انا هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممه لازم تمشي فعلا. يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا ايمان. ميرسي يا مستر مختار عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. ايمان ابعدي على حسابات انا عملت لك مكالمه. الف شكر يا مستر مراد، مع السلامه. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى مراد. سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها في جروب من صحابي خدوا الخمسة جرام كلهم مرة واحدة ودول 22,500. عسل 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 عسل. انت دلوقتي بقى تعوزي اظن 5 جرام مش هينفع. 10. طب ما تخليهم 20، اديك شايف الخمسة اتباعوا في منت. نو 10. طب دلوقتي هو انت بيطلع لك كام في الجرام؟ 500 جنيه. حلو، وانت بتاخد مني الجرام ب2.5. اوكي. يعني انت بتبيع بتلاتة؟ What's wrong with you؟ ايه رج دي؟ يعني انت ايه مشكلتك دلوقتي يا راشا؟ يا باشا انا ما عنديش مشكلة، بص خد ادي 10 جرام، لما تبيع 5 لك اخوك والنبي لان انا بكح تراب. يلا لا اله الا الله، خد بالك من نفسك اما توصل النيلي. انت كويس؟ ايه؟ طب طمين. اوكي يا راشا اتفضل. سلام. سلام يا راشا. قلت لك الوزير ما بيشربش يا ابني. يا انا كنت جعان قوي. الله يكون في عون سيادتك، اكيد بتنسى تاكل. والله يا مختار انا ما فطرت. والله يا معالي الوزير انا مش عارف اشكرك ازاي على الموافقه بتاع المستخلصات دي، جت في وقتها، اشكرك جدا فعلا. ترى يا راجل انت، ده احنا اخوات. طبعا احنا اخوات يا شفيق. احنا شغلنا مظبوط يا جماعه. بس هو بس معالي الوزير بيوفر عليا موضوع الوقت عشان ما يفهموا ليش غلط يا باشا. وبعدين يعني حب عبيط لو ما استغلتش انه اعز اصدقائي وزير ولا ايه؟ عايز اقول لك انك قريب قوي مش هتحتاج تستغلني يا مراد. تحب بقى تسمع الخبر المفيد يا مراد؟ خبر ايه؟ اسمك بيتردد بقوه في الدوائر السياسيه. وده مش بدعم مني لوحدي طبعا. يعني ممكن قريب قوي نبارك لك على الحقيبه الوزاريه. سامع معالي الوزير بيقول ايه؟ يعني انا لو بقيت وزير هتبقى مدير مكتبي. هو البس لك بدله بقى واقعد على المكتب من 9 ل 5؟ اكيد. لا لا هتعمل كده. بعد اذنكم. اهي فردوس. مساء الخير يا مستر مراد. انا بجد اسفه جدا اني بزعجك دلوقتي. بس انا عايزه ابلغك ان داليا هنا مش راضيه تاكل. دي غلبتني بس عشان تغير هدومها. هو انت مش اشتريتي لي هدوم؟ لا لا ما تقلقش خالص، انا نزلت وجبت لها هدوم. بس هي عايزه تنام من غير ما تاكل. انا بصراحه مش عارفه اعمل معاها ايه. خلاص يا فردوس سيبيها تنام دلوقتي، انا لما هاجي هتصرف. انا في اجتماع مهم يا فردوس. خلاص مع السلامه. عن اذنكم يا ديه. انت رايح فين؟ ديه واحده وجاي. قول يا مروان، هو ليه فيلا في الكومباوند كتير ولا لا؟ الكومباوند وصاحب الكومباوند تحت امرك يا معالي الوزير، احنا بتحاول يبعتوا لي خبر حلو زي ده وانا هفضل لك طلب. يا شفيق
ايوه جبت العربيه 5 مينتس اوكي لو احمد اتاخر انا ممكن اوصلك هو حضرتك بتشتغل سواء بعد الظهر لو واحده زي القمر انا بشتغل اي حاجه مختار ناصر وانا مالي لا وانا مالي ايه انا سايب ترابيزه عليها وزير علشان اجي اتعرف عليك شافي الجمال شفتك قاعد معايا لسه مالي بايدي شهيرة دلوقتي رايحه فين مش هتقدري تمشي دلوقتي ليه بقى اولا احمد لسه ما جاش ثانيا شكلك بنت محترمه وبتفهم في الاصول ما يصحش واحد ما بيتكلم معاكي ما بيعملش حاجه غلط تسيبيه وتمشي احمد اتصل اي احمد وصلت خارجه حالا استني انا لو عايز اشوفك تاني او العكس هنعمل ايه لا ما اظنش هينفع تليفونك وهمشي انت لسه ما خلصتش؟ لسه عايزه فلوس ليه؟ عايزه فلوس وخلاص يا حول ولا قوة الا بالله اتفضلي يا سيدي كام دول؟ 20,000 كويسين شكرا ايه ده تاخدين كلهم؟ ايوه وعايزه قدهم مرتين وعايزك تجيب لي تاكسي الصبح عشان الف على السماسرة ادور على مكنه جديده. والله العظيم تلاته انت هتودي لي بتاعي بدماغك دي. اسمع يالا. يالا؟ بلاش يالا. يا سيد المعلمين. لما تعيش جنب الناس النضاف تتدرى فيهم اكتر. مش خدت القرشين اللي انت عايزاهم؟ سيبيني بقى اقعد عشان انا ورايا هم ما يتلم. يعني مش هتيجي معايا عند السمسار بكره؟ لا. هتسكن على الجاهز يعني؟ بقول لك ايه؟ ما تشوف لنا حاجه نتعشاها. انا تعشيت. تعشت معاه انا داخله الحمام